السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه النهاردة؟ هنشرح ال digestive system او ال gastrointestinal tract، الجهاز العظمي. فيلا طيب، اول حاجة كده هنمسك جزء جزء من الجهاز العظمي. انت عارف طبعا ان هو بادئ بالماوس salivary glands، وبعد كده في عندك فيرنكس وسوفيجاس والستومك والسمول انتستين، وبعد كده اللارج انتستين، وبعد كده الانس. فهو بيبدا بالماوس وينتهي بالانس. طيب، اول حاجه كده الماوس اند الاوسوفيجاس، الماوس والاوسوفيجاس. بيقول لك في الماوس في الفم انت عندك الطعام بيبدا ان هو يخلط بالسلايفا اللعاب، ويبدا ان هما ينزلوا للفيرنكس العوم، وبعد كده يروحوا للمريء. قال لك ايه وظيفة اللي هو اسوفيجيال سفنتر؟ ايه السفنتر ده اللي هي الصمام اللي بيبقى موجود اخر الاسوفيجاس ده؟ بص، انت عندك المريء اخره عضلة عاملة زي الخاتم، تمام، او بيبقى صمام على شكل خاتم كده، هي عضلة، تمام، هو صمام بيكون من عضلات، بيبقى موجود اخر المريء، اللي بيبقى موجود اخر المريء وقبل المعده. فهو موجود ما بين المريء وما بين المعده، بيبقى موجود ليه الصمام ده؟ الصمام ده بيكون من العضلات، بيبقى موجود لان هو لما بينقبض بيقفل الطريق ما بين الاسفاجس وما بين المعده، وبيقفل ده في العادي يعني، تمام. ولما بيفتح يعمل انبساط، يبدا ان هو يفتح عشان يعدي الاكل بس. فهو ده اللي هو اسوفيجيال اسفنت، ودايما بيحط لك ايه LES، اختصار LES، او بيسموه الجاسترو اسوفيجيال سفنتر، الصمام اللي ما بين المعده وما بين المريء. قال لك السفنتر ده بيبدا ان هو يظل تونيكالي كونتراكتد، يعني هو في العادي كده بيكون منقبض. وكلمه تونيكالي دي مشتقه من كلمه تون اللي هي تي او ان اي، وديت دي الوحده الوظيفيه من الانقباض يعني. يعني التون دي بتشير للانقباض او الانبساط عادي، تمام. بس هو بيقول لك من ناحيه تونيكالي، من ناحيه اللي هو بتاع الانقباض والبساط، فهو غالبا بيكون ايه؟ منقبض، بيبقى مقفول، لان يعني انت مش 24 ساعه بتاكل، طول ما انت مش بتاكل طول ما هو مقفول. قال لك بص، هو فقط بس بيبدا ان هو يفتح عندما تيجي لك موجه البلع. انت عارف طبعا ان يعني الاكل بيجي يعدي من المريء، بيبدا يعدي زي الموجه كده، بيبقى حركه دوديه، بيبدا ان هو ينزل بقى في المريء. فساعتها عشان يفتح هيعمل ايه؟ زي ما قلت لك بيعمل ريلاكسيشن، يبقى ان هو ريلاكسز، يبدا ان هو يسترخي او يعمل انبساط للي هو اسوفيجيال سفنتر، ويبدا ان هو يفتح بقى. ساعتها بيبدا ان هو يسمح بدفع الطعام اللي انت بلعته ده ان هو ينزل للمعده، تمام. قال لك في ابنورماليتيز للتون، التون ديت اللي هي واحده بتاعت الانقباض او الانبساط. قال لك دي من ال اي اس اللي هو اسوفيجيال سفنتر، في حاجات غير عاديه. ممكن التون دي تكون قويه، وعلى فكره التون دي ممكن تكون انبساط او انقباض، بس هو هنا بيتكلم على الانقباض. فلما اقول لك ان التون قلت، معنى كده الانقباض نفسه قل، ممكن تزيد يعني الانقباض يزيد. طب قول لي مثلا التون قلت، يعني ايه التون قلت؟ يعني الانقباض قل. يعني الانقباض قل يعني بقت مفتوح، تمام. لما اقول لك الانقباض قل يعني بقت مفتوحه، لما اقول لك الانبساط قل يعني بقت مقفول، تبقى فاهم انت الحته دي. المهم الانقباض بالنسبه لك قل، قوه الانقباض بتاعتها قلت، مش بتنقبض كويس، مش بتقفل كويس، فهتبقى ايه؟ في جزء منها مفتوح. قال لك ساعتها بيعمل ريفلكس of the gastric acid content، بيبدأ ان هو يعمل لك اسمه ايه، يقول لك انت عندك ارتجاع في المريء، مرض اسمه الارتجاع في المريء اللي هو الجاسترو اسوفيجيال ريفلكس اللي هو الجي اي ار، ولو ديزيز جنبيها يبقى ايه؟ جي اي ار دي اللي هو جاسترو اسوفيجيال ريفلكس ديزيز، مرض استرجاعي، مرض استرجاع المريء، ودي انت بتسمع عنه كتير. طب ايه اللي بيحصل في الاسترجاع المريء ده؟ قال لك والله استرجاع المريء دي بيبدا ان انت يحصل لك الاحماض الموجوده في المعده. طبعا انت عارف المعده فيها حمض ال HCL، حمض قوي جدا، وبيبدا ان هو يعمل تقرحات وكده، ماده كاويه يعني. فالماده، تخيل انت بقى لو الصمام ده مفتوح، هيبدا ان الجاستريك اسيد، الحمض بتاع المعده ده ال HCL دوت، ممكن يطلع في المريء، ولو طلع في المريء هيسبب لك مشاكل، هيبدا ان هو يطلع الاسوفيجاس المريء، فيعمل لك مرض استرجاع المريء ده. دي بيبدا يسبب لك هارت بيرن، بيعمل لك زي احتراق في الصدر كده، ويبدا يعمل لك اسفوجايتس، التهاب في المريء،
وبيبدأ يؤدي لك للالسريشن تقرحات، ويبدأ ان هو يعمل لك تضييق من المريء، كل السوائل والحاجات دي بتبدأ تطلع في المريء فتعمل لك تضييق ليها. تمام. قال لك بص هو ليه بيقل؟ قال لك والله التون اللي هو القدرة بتاعت الانقباض بتاعت اللور اسفنجال سفنتر دي بتقل اثناء البريجنانسي، اثناء فترة الحمل عند النساء، ودي بواسطة الهاي ليفل من البروجسترون. الست بيبقى عندها نسبة مرتفعة من البروجسترون، والبروجسترون دوت بيبدأ ان هو يأثر على عضلات الجسم كلها مش على العضلة دي بس، بيبدأ ان هو مش على العضلة، ما انت طبعا قايل لك ان اللور اسفنجال سفنتر دوت بيتكون من عضلات في اول الفيديو، فهو مش بيأثر على العضلة دي بس، ده بيأثر على عضلات الجسم، فتلاقي عضلات الجسم كله عند الست يعني، فتلاقي الست دايما بتبقى قاعدة في السرير كده مش بيبقى عندها تعب في عضلاتها كلها، لأن بتعمل انبساط لعضلاتها كلها، ومن ضمن العضلات دي اللي هو الاسفنجال سفنتر. السفنتر دوت الصمام دوت بيبدأ إن هو يحصل له انبساط، هتبدأ تأدي له بعض درجة من الريفلكس، لما يحصل له انبساط هيبدأ يحصل لك إيه استرجاع للمريء، ويبدأ يعمل لك حركة في الصدر، الصدر يحرقه أو الصدر هي اللي تحرقها وكده. ومش كده وبس، مش بسبب البروجستيرون بس، ممكن بيكون بسبب ان انت خدت فيه غذاء فيه سكر وغذاء فيه دهون، لو تاخد غذاء فيه دهون كتير وفيه سكر كتير بيسبب لك استرخاء للعضله، فبيبدا ان هو يسبب لك ايه ارتجاع للمريء، فبيبدا ان هو يسبب لك ايه هارت بقى، صدرك بيبدا يحرق. في حاجه بقى تانية عكسها، هنا الانقباض كان بيقل فالصمام بيبقى مفتوح، هنا الاكاليزيا دي بيكون incomplete relaxation، يعني الريلاكسيشن او الانبساط نفسه مش كامل. يعني ايه مش كامل الانبساط؟ مش كامل يعني مش فتح كامل، فبالتالي مش فتح الصمام قوي، مش فتح الطريق قوي، فبيبقى الطريق مقفول، ساعتها بيبقى الطريق ايه مقفول، فهو بيبقى incomplete relaxation of lower esophageal sphincter، وده يؤدي لك ايه؟ طب تخيل انت الطريق مقفول وفي طعام معدي والطريق مقفول، فساعتها يعمل ايه؟ هيبدأ ان هو يعمل لك accumulation، تراكم من الطعام في المريء، وساعتها التراكم ده يفضل يعمل، يعني انت عندك المريء دوت هيبدأ ان هو يعمل له اسمه ايه، المريء اهو هيبدأ كل الاكل دي موجود هنا، هيبدأ بتاع المريء يبدأ يحاول يبقى يعبط كده وممكن ينفجر من كتر ما عمال يتراكم فيه طعام يعني. تمام. فبيحصل له دايليشن، ميسيف دايليشن، يعني بيبدأ ان هو يتوسع بطريقة جامدة ممكن ان هو ينفجر. ساعتها طيب بيتعالج ازاي؟ قال له والله بيتعالج بواسطة دايليشن، يعني هو عنده دايليشن هتعالجه بالدايليشن؟ لا، مش دايليشن للاسفجاس، السفنتر. السفنتر نفسه بيخش بيه منظار في ال، بيبدأ يخش في المنظار من ناحية البق كده، ويبدأ يخشوا بقى بطريقة جراحية معينة، يبدأ إن هما يخشوا على السفنتر نفسه، الصمام نفسه، ويبدأ يوسعوه. مش هو مش عاوز يعمل ريلاكسيشن، مش عاوز يتفتح، لا، هما يعملوا دايليشن غصب عنه بطرق جراحية معينة. تمام. أو ممكن يستخدموا له حاجة اسمها الانسيشن، يبدأ ان هما يفتحوا من بره الجسم خالص، مش لازم يخشوا من جوه، يبدأ ان هما يفتحوا فتحة، تمام، ويبدأوا الفتحة دي بتكون عند العضلة، ويبدأ ان هما يعملوا دايليشن من بره الجسم خالص، يبدأ ان هما يعملوا توسيع عشان هو مش عاوز ايه، مش عاوز يعمل ريلاكسيشن. او ممكن يعملوا طريقة تالتة خالص، ودي مش بيستخدموها يعتبر، يعني مش بيستخدموها، بتبقى اخر حاجة يعني، وديت اللي هو الانجكشن اوف بوتولينم توكسين، اللي هو السم بتاع البكتيريا اسمها بوتولينم. البوتيلينوم دوت بكتيريا بتبدأ تطلع سم معين، السم دوت بيبقى ليه لون، ليه وظيفة، البكتيريا دي بتطلع السم ده، والسم ده بيكون له وظيفة، وظيفته ان السم ده بيبدأ يأثر على اي عضلة بيعملها انبساط ايا كانت العضلة دي في الجسم. تمام. تقول لي طب ما دي حاجة كويسة؟ لا، مش كويسة قوي، ما افرض أثر على، افرض التوكسين ده مشي في الدم بتاعك عمل لك انبساط للعضلات بتاعة التنفس، ساعتها انت تموت. تمام. لكن هو هنا بيستخدموه في يعني بيستخدموه اخر حاجة خالص، ويأثر على اللي هو الاسوفيجيال سفنتر في ان هو يعمل له انبساط يعني عشان تفتح طريقه كده. تمام. تاني حاجة قال لك السليفري سكريشن، السليفري سكريشن الإفراز بتاع اللعاب. قال لك والله اللعاب ده بيبدأ ان هو يفرز بشكل اساسي بواسطة ثلاث غدد. قال لك عندك البوت الجلاند، الغدة النكافية، والسب مانديبولر اللي هي بتبقى تحت من اسمها تحت المندبل تحت الفك، والسب لينجوال تحت اللسان. قال لك حوالي كام من اللعاب بيفرز في اليوم؟ قال لك 1500 مللي من اللعاب بيبدأ انه يفرز خلال اليوم، واللعاب دي بيكون محتوى على بروتينات، عندك انزيم التايلين، وهنا البي سايلنت، انزيم التايلين والميوسين، دي انزيمات مهمة، تايلين وميوسين انزيمات مهمة جدا، وبيبدأ ان هو يطلع لك الكترولايتس، اسمه ايه الكترولايتس، عندك البوتاسيوم، وعندك البيكربونات، وعندك الصوديوم، وعندك الكلورايد. تمام. قال لك البي اتش بتاعت اللعاب دي بيكون 7، هو اي نعم 7، ودي 7 تقول لي ده رقم متعادل،
بس بيميل الى القاعدية زي ما انت هتاخد بعد شوية، هتحس بعد شوية ان هو يميل للقاعدية. يبقى هو 7 ومتعادل كل حاجة ولكن يميل للقاعدية، وده عشان يبدأ يعادل ايه؟ يعادل الحامضية اللي بتحصل بواسطة الجاستريك اسيد لما بيحصل لك ارتجاع للمريء. طبعا انت عارف ان الحمض بيبدأ يطلع في الاسفجاس وكده، فما هو بيبدأ يحاول ان هو يعادله، ان هو 7 والتاني حامضي، فيبدأ ان هو يعادله، فبيعمل كوسط قاعدي لحد ما. تمام. قال لك ايه هي الوظيفة من اللعاب؟ قال لك والله بيعمل لك كولينج هوت فودز. انت دلوقتي كلت طعام سخن، تمام، كلت طعام سخن، فاللعاب بيبدأ يتفرز على الطعام ده، فبيبدأ ان هو يبرده شوية، او بيعمل لك نيوترلايز للجاستريك اسيد، بيبدأ يعادل ايه بتاع الحمض زي ما بقول لك بتاع المعدة، لما عشان يبدأ ويبدأ يخفف لك الهارت بيرن، صدرك يبدأ يحرقك بسبب ارتجاع المريء. قال لك لو الجاستريك جوس ابنورمالتي جيتد، اللي هو يعني ايه بالاخر، يعني حصل لك استرجاع للمريء بطريقة غير عادية، فبالتالي الحمض طلع، فبالتالي عمل لك هارت بيرن، فهو بيبدأ يعالج المشكلة دي، بيبدأ يعادل الحموضة دي. تمام. قال لك بيبدأ ان هو يحافظ لك على الميوكوزا، الأغشية المخاطية بتاعة البق، بيبدأ ان هو يحافظ على ان هي تكون صحية. ازاي يعني؟ بيعمل لك ووشنج اواي للباثوجينيك بكتيريا. يعني ايه ووشنج اواي؟ ووشنج اواي يعني عارف انت اللي هو لو انت عندك ماسورة جواها تراب، هتبدأ تملاها مية، فالمية دي تاخد التراب اللي جوه الماسورة دي وتنزل من الناحية التانية. هي دي نفس الفكرة، هي دي نفس الووشنج اب اللي ووشنج اواي اصلا، ان هو انت اللعاب بينزل من بيتفرز من بقك وينزل للجسم كله عن طريق ان هو عمال ياخد معاه اي باثوجينيك بكتيريا والاني فود ريمننتس، مغذيات او بقايا الطعام. البقايا بتاعة الطعام الموجودة في بقك دي، اللي واقفة في بقك دي، بتبقى مغذيات. يعني قالك دي بتكون بتوفر لك المغذيات للبكتيريا، فدي بتكون مغذيات البكتيريا اصلا. فتخيل انت خدت مغذيات البكتيريا وخدت الكلام ده كله، البكتيريا نفسها مش هتبقى لايت، مش هتلاقي وسط ان هي تعيش في الاورال، فهي بتبدأ ايه ان هو بيبدأ يحافظ لك على الاورال ميوكوز، خلاها صحية، تمام، مش بيخلي فيها بكتيريا. طيب بيبدأ يحمي لك السنان، وبيحمي لك السنان، ايه علاقة السنان بالصليفة؟ قال لك ما هو اللعاب ده بيحافظ لك على البق زي ما قال لك 7 وسط قاعدي لحد ما، بيبدأ يحافظ عليه كأن هو ومتعادل، خلينا نتفق ان هو متعادل، بس انا بقول لك يميل للقاعدة. قال لك بيبدأ ان هو يحافظ عليه 7. طب وايه يعني علاقة ده بالسنان؟ ما هو انت في انت عارف ان الصليفة بيكون مشبعة بالكالسيوم، بيكون فيها كالسيوم، وده لأن السنان أصلا مش بتفقد الكالسيوم، لأن الكالسيوم أصلا بيدوب في الوسط الحامضي. لو تفتكر يعني اسمه ايه، لو تفتكر المحاضرة قبل كده كنا واخدين ان في الكالسيوم هوميستيزيس، ان الكالسيوم بيبدأ ان هو يدوب في الوسط الحامضية، مش عارف الزبادي مش عارف ايه، فاحنا كنا واخدين الحاجات دي كلها ان الكالسيوم بيدوب في الوسط الحامضي. فتخيل بقى انت اديت له سلايفا فيها 7 فمش فيها حامضي، فانت كده بدأت ايه، ما تخلوش يدوب، فخليته ايه برسبتيت، رسبته في السنان في وسط الكلاين ميديوم، وسط يعني هو بيبدأ ان هو يترسب في الالكلاين ميديوم الوسط القاعدي. فانت الى حد ما قلت لك السلايفا بتميل للقاعدي، فهو بيبدأ ان هو يرسب الكالسيوم في السنان يعني، ودوت بيبدأ ان هو يقلل لك ان بتاع الكالسيوم ده لما بيقل من السنان بيبدأ ان هو يؤدي لك ل كريزس مشاكل يعني، بس دي مكتوبة غلط، بيبدأ ان هو يسبب لك مشاكل في السنان يعني. فدي بي بي بيأثر على الانيمال، ديت زي مادة بيضة موجودة في السنان، المهم بيبقى جواها الكالسيوم يعني. قال لك الصليفة بتبدأ بتحتوي على انزيمات هضم، ولسه واخدينها فوق. عندك التايلين مثلا، دوت بيبقى بيسموه سليفري الفا اميليز، طبعا انت سمعت كلمة اميليز عرفت ان هو بيهضم لك الستارش، ستارش اونلي، يبدأ يهضم لك النشا بشكل يعني بيبدأ ان هو يهضم النشا. تمام. قال لك السلايفة دي بتبدأ ان هي تعمل زي سولفنت، زي اسمه ايه، مذيب يعني للجزيئات اللي بتبدأ تحفز الريسبتور بتاع التذوق، يعني بتأثر على المذاق او التذوق للاكل وكده. طب اللوبريكيشن بيبدأ يعمل لك اللوبريكيشن، ايه اللوبريكيشن دي؟ الترطيب يعني، يبدأ يرطب لك الطعام زي ما انت عارف الصليبة تحط على الطعام، يبدأ يرطب لك بقك عموما، تسمح لك بالبلع، طبعا انت بتيجي تتكلم تبدأ تحفظ لك على البق بتاعك مويست رطب كده، تسمح لك بالحركة بتاعة اللبس، الشفايف بتاعتك والتنج اثناء التحدث. تخيل انت مفيش
بقك ناشف ما فيهوش اي لعاب، هتقول انت بتتكلم هتلاقيه ناشف خالص، لكن في لعاب فبتبدا يخلي يسهل لك الحركه بتاعت بقك. طب تعالى نبدا بالاستومك، المعده. قال لك والله المعده دي اول حاجه كده ان الطعام بيبدا يتخزن في المعده لبعض الوقت، بيبقى مخلوط بالحمض ومخلوط بالميوكس المخاط ومخلوط بالبيبسين ودوت اللي هو اسمه ايه انزيم بتاع هضم البروتين، ويبدا ان هو بشكل تدريجي يبدا ان انت تطلعه للامعاء الدقيقه اللي هي اول حاجه في الامعاء الدقيقه الديودينم اللي هي الاثنى عشر، ويبدا انت تطلعها بشكل كده متحكم فيه سنه بسنه. تمام. قال لك الجاستريك سيكريشن، افراز المعده، تبدا تاخد اول حاجه افراز المعده. قال لك والله المعده بتفرز لك 2.5 لتر في اليوم، تبدا تفرز لك 2.5 في اللتر من اليوم، وانت طبعا عارف ان المعده جواها الاتش اس ال اللي هو بتعمل لك زي وسط حامضي، تعمل لك العصير الحامضي اللي بيبدا يتكون ايه العصير الحامضي دوت، بتبدا انها تطلعه، يبقى هي بتفرز لك 2.5 لتر من العصير الحامضي دوت في اليوم. طب ايه هو العصير الحامضي؟ قال لك والله بيبدا ان هو عباره عن الكترولايتس، عندك الهيدروجين والكلورايد والبتاع الصوديوم والبوتاسيوم، والبي اتش بتاعته انا قلت لك وسط حامضي، بتاعته بتبقى تقريبا واحد، يعني حامضي جام، يعني حامضي جامد قوي، فلما بيجي يحصل استرجاع بيبدا يعمل لك على طول ماده كاويه، يعني باظ بتعمل لك التهابات وكده، فهو بيكون واحد يعني. تقول لي طب ازاي مش بيأثر على المعده، ازاي مش بيبوظ المعده، هتاخد في اخر الاستومك، ازاي مش بيبوظ المعده؟ طب قال لك الانزيمات، الانزيمات بالنسبه لك عندك البيبسين والجلايتينيز واللايبيز. البيبسين لسه قايل لك دلوقتي ان هو بتاع البروتين، وده انت واخده من البايو ان هو بيهدم لك، بيهدم يعني البروتين، واللايبيز من اسمه جاي من الليبيد، يعني بيهدم او بيكسر، يعني ايه بيكسر الدهون. اما الجلايتينيز دي بيكسر الجيلاتين، دي ماده جيلاتينيه بتبقى موجوده في الفراخ واللحمه، بتبدا ان هو يكسرها يعني. الميوكس بيبدا يطلع لك ميوكس، المعده بتطلع لك ميوكس مخاط، وده اصلا فائدته في ان هو يحمي من الاتش سي ال اللي انت كنت لسه بتتكلم عليه دلوقتي، ازاي المعده بتستحمل الوسط ده، الميوكس هو اللي بيخليها تستحمل، وهتفهم في الاخر. قال لك الانترنسيك فيكتور، العامل الداخلي، يبقى عندك ان هو بيبقى في عامل داخلي بيفرز لك العامل الداخلي بتاع امتصاص الفيتامين بي 12، فيتامين بي 12، ودي انت كنت واخده في سيولوجي 1 في الترم الاولاني، يعني كنا واخدينه لما خدنا الانيميا والانواع بتاع الدم والكلام ده في شابتر البلاد، يعني كنا واخدين ان الفيتامين بي 12 بيستخدم في الدايفيشن والماتوريشن والكلام ده كله، بيعمل لك انقسام لكرات الدم الحمراء وكده، تمام، فهتاخده برضه بعد شويه. قال لك بيتوفر لك برضه المي، كل ده بيبقى في العصير المعدي بيبقى موجود يعني. طب تعالى نشوف كده الافراز بتاع الحمض، اول حاجه كده الاتش سي ال، يعني ايه فايده الاتش سي ال؟ قال لك والله بيحافظ لك على ريليتيف ستابيليتي، هنا العقم مش معناه ان هو مش بيخلف، هنا العقم معناه اللي هو المكان يكون عقيم، يعني مكان يكون معقم، تمام، مكان يكون معقم من اي بكتيريا وكده، فالاتش سي ال ماده كاويه، فبيسبب لك ان المكان يكون بتاع المعده دي بيكون معقمه بواسطه ان هو بيقتل لك البكتيريا. قال لك بيعمل لك ديسولف، بيعمل لك اذابه للاجزاء بتاع الطعام، ويغيرها لك للقائم، القائم دي ما تحاولش ترجمها، يعني القائم دي يعني عباره عن الاجزاء بتاع الطعام، تمام، مع يعني اجزاء بتاع الطعام وهي بتدوب في الاتش سي ال، دي معناها يعني اجزاء الطعام لما بتدوب في الاتش سي ال بيديك القائم، القائم دي بيبدا يوصل بقى ليه يكون لك الاستولو كده. المهم قال لك الاكتيف بيبدا ان هو ينشط لك البيبسينوجين الغير منشط بواسطة ان هو بيغيره لك للاكتيف بيبسي، يعني انت عندك البيبسين دوت بيقدم لك البروتين، صح، تمام، هو في اول حاجه خالص بيبقى بيبسينوجين، بيبقى غير نشط، بيتحول لبيبسي، تمام، هو ال اتش سي ال اللي بيحوله. طب هو ليه من الاول ما يكونش بيبسين؟ مع ان انت المعده عندك وكل حاجه بيبقى فيها بروتينات، فلو من الاول بيبسين كده ياثر على البروتين بتاع جسمك انت، لكن هو بيبدا ان هو يتنشط في المكان اللي انت تبدا تستخدمه فيه. وعلى فكره هنا البيبسين في المعده مش بيهضم البروتين بشكل كامل، بيبدا يكسره زي ما تاخد دلوقتي. طيب قال لك بيبدا يساعد في امتصاص الحديد والكالسيوم، زي ما انت برضه خدت في شابتر البلاد ان الاتش سي ال بيبقى ليه فايده في الامتصاص، تمام. قال لك السكريشن
زي احنا كنا بنتكلم دلوقتي السيكريشن والاكتيفيشن من البيبسينوجين، التنشيط بتاع البيبسينوجين اللي هو بيبقى غير نشط. قال لك والله البيبسينوجين دوت غير نشط بيبدا ان هو يتنشط بوصيل الاتش سي ال ويكون ايه اكتيف بيبسين. البيبسين دوت بيبدا ان هو يستخدم في هضم البروتين بس بطريقه غير كامله. زي ما انا بقول لك هو بص بيتهضم بشكل كامل في الامعاء، لكن هنا انت في المعده مش بيتهضم بشكل كامل ويبدا يعمل لك فيريوس بيبتايد. يعني هو انت عندك البروتين لو تفتكر في البايو ان هو كان عباره عن سلاسل في تيرشر مش عارف ايه، فانت ممكن يكسر لك بدل ما هو 4 سلاسل متصلين ببعض او 3 يبدا يكسرهم لك كده، يعني يخليهم لك عددهم اقل. تمام، عديد بيبتايد مثلا يخلي سلسله واحده كده. تمام، قال لك الافراز من الانترنسيك فيكتور العامل الداخلي. قلت له والله العامل الداخلي بيكون مهم جدا عن امتصاص فيتامين بي 12، فيتامين بي 12 بيكون مهم جدا عشان بيعملوا امتصاص، وبالتالي عندما الخلايا اللي بتنتج لك الخلايا من المعدة المنتجة من المعدة تبدأ ان هي تتدمر. طبعا لو تفتكر فيتامين بي 12 كان بينتج من الجدار بتاع المعدة، خلايا بتبقى موجودة على الجدار بتاع المعدة. افرض الخلايا دي ماتت او اتدمرت او كده هيبدأ بسرعة يحصل، يعني ده بيحصل طبعا بسرعة في المرضى اللي هم عندهم التهاب في المعدة المزمن دوت، بيبدأ ان يخليك ان الشخص دوت يسبب لك ماكروسايتك انيميا. لو تفتكر بيسبب لك ماكروسايتك انيميا لان فيتامين بي 12 مش موجود. فيتامين بي 12 كان بيعمل انقسام للخلايا بتاعت الدم الار بي سيز، خلايا الدم الحمراء، فلما حصلهاش انقسام هتبقى كبيره، عشان كده بيقول لك ماكر. فلما تبقى كبيره تيجي تعدي في البتاع الكابيلاريز او كده الضيقه يبدا ان هي تتكسر، فبيسموها ماكروسايتك انيميا، يعني انيميا ناتجه عن ان الخلايا بتاعت الدم الحمراء كانت كبيره وطبعا ما كانتش وظيفتها شغاله كويس. طيب قال لك الافراز من الميوكس المخاط اللي احنا كنا بنقول عليه دلوقتي، ازاي الاتش سي ال مش بيبوظ المعده؟ والله بص الافراز المخاط دوت في المعده بيكون انسويلابل ميوكس، في عندك يعني انسويلابل ميوكس المخاط اللي هو بيكون غير ذائب. قال لك بيفرز بواسطه السطح من الابيثيليوم بتاع المعده. المعده في عندها خلايا اسمها الميوكوزال سيلز، خلايا بتبقى مخاطيه بتبدا ان هي تفرز المخاط ده. المخاط ده بيبدا ان هو يكون لك طبقه سميكه بتبقى ملي ونص في السمك، بتبدأ ان هي تحمي لك الميوكوزا. الميوكوزا اللي هو ايه الممبرين نفسه، الغشاء الاغشيه المخاطيه بتاعه المعده بتبدا ان هي تحميها ضد اي فريكشن. لو اكلت شيبس مش عارف ايه فبيبقى في احتكاك ما بينك وما بين المعده، فهو الطبقه دي اللي تبقى سميكه اللي هي ملي ونص دي تبدا يعني يحصل فيها الاحتكاك، مش يحصل فيه ال اسمه ايه الاغشيه المخاطيه بتاعتها، بيحصل في الطبقه وتمام، وبيعمل لك نيوترلايز يبدا يعادل لك التاثير من الحمض، يبدا يعادل لك تاثير من الحمض. يبقى هنا دي فكره ايه هو ازاي الحمض مش بيأثر علينا. انت دلوقتي الاتش سي ال اتفرز جه اثر على الاغشيه المخاطيه عندنا، لقى طبقه سميكه ملي ونص من الميوكوز هيبدا ياثر فيها، مش هيأثر في الاغشيه المخاطيه بس. افرض بقى الاغشيه المخاطيه او بيفرض بقى ان الطبقه دي اتزالت، تعمل لك ايه؟ تعمل لك المرض اللي انت عارفه البيبتيك ألسر، المرضى اللي هم عندهم بيبتيك ألسر. تمام، قال لك الميوكوزال بارير اللي هو البارير الغطاء ده اللي احنا عمالين نتكلم على ده هنتكلم عليه كمان. قال لك ان هو بيكون من انسويلابل ميوكس اللي انت استورده، وقال لك دي بتكون لك طبقه عامله زي الجل تبدا تغطي لك الممبرين الاغشيه المخاطيه، وعندك برضو بيكون لك الانتجريتي يعني قوه الممبرين نفسه بتاع الميوكوزال سيلز. الميوكوزال سيلز لسه قال لك عليها الاغشيه المخاطيه الموجوده في الابيثيليوم بتاع المعده اللي بتفرز اصلا المخاط. الاغشيه دي الغشاء بتاع الخليه دي نفسها بيكون قوي. تمام، بيكون قوي. تمام، قال لك في حاجه عندك اسمها البروستاجلاندس، ودي زي خلايا مناعيه كده بتكون مفيده في الجسم، ايا كانت موجوده بتزود لك المخاط. ان شاء الله تكون موجوده في الرئه فتزود لك ايه فتاثر لك عليه فتسبب لك بلغم وكده. المهم البروستاجلاندس دي بتبدا ان هي تقوي لك، هي بتشتغل اصلا على حكايه البارير ده، تبدا ان هي تقوي لك البارير نفسه. تمام، تبدا ان هي تحفز لك المخاط نفسه والبايكربونيت سيكريشن. تقول لي علاقه البايكربونيت سيكريشن بتاع البارير؟ ما انت عارف ان الوسط بتاع المعده بتاعتك حامضي، فلما انت تحط بايكربونيت، بايكربونيت دي ماده قاعديه، فلما تحطها تبدا ان هي تعادل شويه من الحمض فما اثرش على البارير. طيب بيبدا يقلل لك شويه من افراز الحمض، فبرضه بيبدا يخليك تاثيره على البارير يقل شويه. بيبدا يزود لك الميوكوزال البلاد فلو. طبعا الخلايا اللي هي بتفرز لك المخاط نفسه موجوده في المعده في الابيثيليوم بتاع المعده يعني، فبيبقى الخلايا دي بتبقى واصل لها اوعيه دمويه. ف
فبيبدأ يزود لك الدايليشن او الدايليشن بتاع الاوعية دي، يبدأ يخليك توسع فيزود لك الفلو السمام بتاع الدم اللي جواها عشان تغذيها عشان تشتغل كويس يعني. تمام. قال لك طيب المريض اللي هو عنده البابيا دي بايظ خالص بيسموه مريض بيبتيك ألسر. تمام. البيبتيك ألسر دي اسبابه ايه يعني؟ ايه اللي بيسبب لك البيبتيك ألسر؟ تقرحات في المعدة. قال لك والله تساقط البابيا او ان في اتش سي ال زياده عن اللزوم بوظ البابيا برضه يعني، كده كده البابيا باظ يعني. المهم طب هو تساقط ازاي؟ قال لك والله انت كان مثلا بتاخد الالكحول اللي بيأثر على البابيا ده، او الخل، او البايل سولتس بتاع العصاره صفراء الاملاح دي، او الكورتيزون والحاجات دي كلها، كورتيكوستيرويدز، او ممكن تكون بتاخد اسبرين او اي ادويه مسببه للالتهاب بس كانت نون استرويدال، مش استرويد. استرويد يعني اللي هي السوداء اللي تبع الدهون، لا هي مش دهنيه. تمام. قال لك كل الاثنين دول اللي هو العقاقير والاسبرين دول بيبدا ان هم يظبطوا لك انتاج البروستاجلاندا. يبقى العقاقير بتاع الالتهاب والاسبرين بيقللوا لك البروستاجلاندا، والبروستاجلاندا اصلا هي بتساعد في البابيب ده. تمام. وبالتالي هيبدا يقلل لك ايه؟ الميوكس والبايكربونيت سكريشن. بايكربونيت عشان يعادل الاتش سي ال، والميوكس عشان يحمي ويقوي لك الباب، فبيبدا يقللوا لك الحاجات دي. الانفكشن والبكتيريا خاصه بيسموها الهيلوكو باكتير بايلوري، ايا كان الاكسنت بتاع البكتيريا الغريبه دي، فدي البكتيريا اللي مجننه المريض بيبتيك ألسر. البكتيريا دي وبعض العدوى بتبدا ان هي تبوظ لك البابيا نفسه، فهتلاقي اغلب الناس بتبقى تاخد انتي بايوتكس للبكتيريا دي. طيب او ممكن يكون في زياده في الاتش سي ال زي ما قلت جسمك انت فيه زياده في الاتش سي ال. طب هنعالج ازاي يعني؟ لا هنعالجه ازاي؟ قال لك لو كان نقص من افراز الحمض انت ممكن تعمل نقص افراز الحمض. ايوه هعمله ازاي؟ هتاخد ادويه زي السيميتيدين او الاوميبروزل. انت عندك زياده في افراز الحمض، لا خلاص خد ده هيقلل لك افراز الحمض. طب انت بقى عندك بكتيريا اصلا، هتاخد انتيبيوتكس وده تمام. البيبتيك ألسر لو بيستمع دلوقتي فهو زهق من الانتيبيوتكس. طيب بتبدا توقف استخدام من الاسبرين واي الادويه اللي بتاع الانفلاماتوري دي اللي انا نستعيد. اي ادويه تبدا ان انت توقفها. الادويه دي بتوقفها ازاي؟ بتبدا تستخدم ادويه عكسها انتي. اوكي. بتبدا تستخدم ادويه عكسها او اي حاجه، المهم ان هي تكون مضاده للالتهابات والكلام ده كله. طيب قال لك تعال نشوف البنكرياس. انت واخد البنكرياس قبل كده ان هو اندوكراين، لا تعال ناخده بقى اكزوكراين. الوظيفه بتاعته بان هو بيفرز لك العصير المعي، العصير البنكرياسي، ودي بيكون الكالاين. تمام. وبيكون فيه بيكربونات عالي. تمام. قال لك العصاره البنكرياسيه بتبدا تستخدم في ان هي بتتضمن يعني انزيمات تبدا تستخدم لك لهضم البروتينات والكربوهيدرات والفات. اقول لك هو العصاره البنكرياسيه دي بتروح فين عشان لما اجي لك دلوقتي واقول لك الالكلاين مين تاني خلاص عرفت ان المعده وسطها عامدي. الالكلاين البنكرياس. طيب هو بيودي فين الافراز بتاعه؟ هتقول لي بيودي في الديودينم. البنكرياس بيتحد مع العصاره الصفراويه ويودوا الاثنين في الديودينم الاثني عشر في الامعاء يعني الامعاء الدقيقه. تمام. اللي اسمه الانتستين. تمام. يبقى انا لما اجي اقول لك بعد شويه اللي اسمه الانتستين وسطها ايه هتقول لي الكلاين، ما البنكرياس بيودي لها. تمام. خليك مركز كده. طب قال لك الليفر والبايلاري سيستم، الكبد والعصاره الصفراويه. وظيفه الكبد، والله الكبد دي حرفيا يطلق عليه شمعه التي تضيء من اجل الاخرين، يعني قول لي ما بيعملش ايه حلو. طيب بص الفاسكولار فانكشن، الوظيفه الوعائيه بتاعته ان هو بيبدا يعمل لك فلتريشن، بيفلتر لك الدم ويبدا يخزنه. يعني ايه بيخزنه؟ قال لك والله بيخزن لك من 200 ل 400 مللي من الدم، ولما في الاوعيه بتاعته يعني شرايين بتاع الاوعيه الدمويه عنده جواه يبدا يخزن لك فيها دم، ولما بيحصل لك هيموريج نزيف او كده بيبدا كميه الدم دي الكبيره دي تبدا ان هي ايه تنزل تاني في السيركيليشن الدوره الدمويه بتاعتك وتبدا تعوض لك الدم اللي انت فقدته. يعني حرفيا حاجه عامله زي الاسبلين كده بالظبط، طحال. بس هو بقى الاسبلين بيخزن لك الدم بس، لكن ده راجل بيعمل كل. طب الميتابوليك فانكشن وظيفته بيبدا ان هو يظبط لك، بيعمل لك الليفر فانكشن بتاعته بيكون نوع من الجلوكوستيت، يعني منظم لك للجلوكوز في جسمك، بيحافظ لك ان هو يكون كونستانت، يكون ثابت في مستوى الدم بتاعك تحت تاثير من هرمونات كتير زي ما انت معايا. يعني ممكن مثلا يبدا ان هو يعمل لك فورميشن وستورج من الجلايكوجين، يبدا يكون لك ويخزن لك من الجلايكوجين، بيحول لك الجلوكوز للجلايكوجين ويخزنه لك في الكبد عن طريق عمليه الجلايكوجينيسيس اللي هو تكوين الجلايكوجين. ومين دي اللي بيساعد في العمليه دي؟ عندك الانسولين مثلا. تمام. قال لك ممكن يكسر لك الجلايكوجين اللي موجود في الكبد ويحوله لك للجلوكوز، ودي تحت تاثير مثلا الجلوكاجون. تمام.
فعندك دي تحت تأثير عملية ايه؟ الجلايكوجينيو لايزز. كلمة لايزز يعني تكسير. طيب قال لك الفورميشن من الجلوكوز بيكون لك الجلوكوز، بس المرة دي من النون كربوهيدرات سورسز، ودي اتكلمنا عليها قبل كده اللي هي عملية ايه؟ الجلوكونيوجينيسيس، واتكلمنا عليها في كذا غدة، وعندك الكورتيزول وكده ده كله. طيب تأثيره على الفات، قال لك يا عم الحاج بيبدأ يأثر لك على الفات، ان انت عندك بيبدأ يعمل لك اكسديشن، اكسده من الاحماض الدهنيه، فيبدأ يوفر لك الطاقه ووظائف تانية، ويبدأ يكون لك اللايبوبروتين، وديت بيسموها زي العربيات بتاعت الجسم بتاعك، تبدأ تنقل لك الدهون حاجات زي كده، تراي جليسرايدز، تراي اسايل جليسرايدز قصدي. اللايبوبروتين عباره عن ليبيد مع البروتين، بتبقى عامله زي العربيات، بتبدأ تنقل لك الدهون، الحاجات اللي ما ينفعش تختلط بالدم، لان هي مش بتحب، مش دايبه اصلا. تمام. قال لك البروتين ميتابوليز بيبدا ياثر على الايد بتاع البروتين، في ان هو بيبدا ياثر على الامينو اسيد، البروتين بيكون من امينو اسيد احماض دهنيه امينيه قصدي، الاحماض الامينيه دي بتبدا انها تستخدم لانتاج الطاقه، او ممكن تحول الحمض الاميني نفسه وتكسره وتكون له كربوهيدرات، تكون جلوكوز مثلا، او تكون فات، او ممكن تكون بالامينو اسيد، تيجي مثلا بعمليات معينه زي ما انت كنت واخد في البايوكيمستري ان هو بيكون لك اليوريا، انت عندك مجموعه الامين طلعتها من الحمض الاميني بقت اسمها ايه؟ امونيا. الامونيا دي بتتعدي البرين بلاد بارير اللي هو الحاجز بتاع المخ، وتاثر على الاعصاب بتاعته وتعمل له سميه وحاجه توكسين جامد قوي يعني، وممكن تبوظ لك الدنيا خالص. طب هتعمل ايه؟ بتدخل الامونيا دي في دوره كده بتكون لك اليوريا. اليوريا دي موجوده في الجسم عادي، مش بتضر بحاجه، بس انت بتطلعها طبعا. بتطلعها ازاي؟ بتطلعها عن طريق الكليه مثلا، بتطلعها عن طريق الكليه مثلا، فده الكليه وتنزلها في اليوريا. تمام. قال لك معظم البروتينات بتاعت الجسم اصلا بتتكون منين؟ بتتكون من الكبد. تمام. والعوامل بتاع التجلط برضو بتتكون من البروتينات دي، بتتكون من الخلايا بتاعت الكبد. قال لك بيخزن لك الفيتامينات، طبعا فيتامين B12 لو تفتكر يعني ان هو كان بيتخزن في الكبد، وفيتامين A وفيتامين D بيبدا انه يتخزن، ويبدا يعمل لك تخزين من الحديد برضو، يعني انت كنت لو تفتكر على هيئه فيتامين قلت لك ساعتها بروتين بيبقى مختلط بالحديد ويبدا يتخزن في الكبد، او يعمل لك ديتوكسيفيكيشن بيبدا ان هو يعمل لك ازاله للسميه، يعني هو حرفيا شو على تطدي من اجل الاخرين زي ما بيقول، اللي انت عندك مثلا دراجز خدتها الكلام ده كله يبدا ان هو ينزل لك السميه بتاعتك. هرمونات، تقول لي هو الهرمونات ما موجوده جوه جسمنا؟ لا، دي هرمونات تانية خالص. ازاي يعني؟ ما انت مثلا مريض سكر، هيجيب مريض السكر ده عنده دايابيتس ميليتس، هيعمل ايه؟ مش بياخد حقنه انسولين؟ تمام. ما هو الانسولين ده هرمون، فبيبدا ان هو الانسولين ممكن يكون فيه سميه، فبيبدا ان هو يعمل ازاله سميه، او اي عناصر تانية يعني. ايه عناصر تانية؟ يعني مثلا مخدرات، سجاير، الكلام. طيب قال لك الوظيفه بتاعت الكبد الافرازيه والاخراجيه، عندك بيبدا ان هو يكون لك البايل، العصاره الصفراويه. تمام. قال لك العصاره الصفراويه دي بتكون مطلوبه للهضم وامتصاص من الدهون، يبقى بيستخدم في الهضم وامتصاص الدهون، وتبدا ان هي تفرز بواسطه الخلايا بتاعت الكبد في البايل داكت. يعني بص يا لهوي، يعني انت طبعا لو انت واخد اناتومي وفاهم ان هي يجي توصل للبايل داكت مره واحده، ده انت بيبقى عندك هيباتيك، عندك كومون هيباتيك داكت تتحد مع السيستيك داكت اللي طالعه من الجول بلادر، وتبدا يتكون لك البايل داكت، تبدا تتحد مع البنكرياس، والاثنين يودوا في الديودينم، عشان كده بقول لك بتوصل للديودينم، والديودينم وسطها ايه؟ قاعدي. نفضل بقى نقول كل شويه. طيب قال لك عندما البايل، عندما العصاره الصفراويه دي يحصل لها استبعاد، يعني ايه صح يحصل لها استبعاد؟ يعني مش تنزل في الديودينم، مش تنزل في التين انتستين يعني الامعاء. تمام. قال لك ساعتها ايه اللي بيحصل؟ قال لك والله ساعتها مش هيحصل في امتصاص الدهون، مش هيحصل في حاجات زي كده. طب تعالى نكمل، بيقول لك ايه اللي يعني ايه اللي ممكن ما يخليهاش مش هيخليها تنزل؟ قال لك والله كان عندك بايلاري تراكت اوبستراكشن، انسداد في الجول بلادر بتاعتك، حصل لها انسداد، فبالتالي بواسطه الستون، الكلمه دي مكتوبه غلط، الستون اللي هي الحصوات دخلت، يقول لك انا عندي حصوه في المراره الجول بلادر، فبيبدا ان انت مش عارف تنزل البايل دي، عصاره صفراويه. قال لك 50% بقى من الدهون اللي عندك، مش هو بيساعد في الامتصاص وفي الهضم بتاع الدهون؟ طيب 50% من الدهون دي بقى بتبدا انها تظهر في الستون، البراز بتاعك بتبدا انها تظهر فيه دهون، يعني لانه مش بيحصل لها امتصاص كويس، ومش بيحصل لها هضم كويس. تمام. قال لك وايه الستول بيصبح ان هو يكون بالكي كده، يعني كبير كده، ويكون شاحب وريحته وحشه، ويكون فيه دهون، يعني جريسي اللي هو الستيت وافيا اللي هو فيه دهون، يعني بيكون حاجه وحشه خالص يعني. قال لك وبيبدا يسبب لك طبعا زي ما انت عارف ان هو بيأثر على الابزوربشن الامتصاص، فبيعمل لك مال ابزوربشن،
يعني ما بيبقاش فيه امتصاص كويس خالص، فبيبدأ يأثر على الفيتامينات. يعني طبعا في فيتامينات بتبقى دايبه جوه الدهون، لو تفتكر سويلابل فيتامين اللي هو الفات، سويلابل فيتامين اللي هم متجمعين في كلمه كده، اللي هو الكي والاي والدي والاي، فيتامين الكي وفيتامين اي وفيتامين دي وفيتامين اي، دول كلهم بيبقوا دايبين في الدهون. طب ما فيش اصلا البايل اللي بتعمل لك امتصاص للدهون، مش موجوده، فبالتالي الفيتامينات دي هتبدا تفقد، فبالتالي هتسبب لك مشاكل كبيره قوي. طيب قال لك السمول انتستين، قال لك الافراز من السمول انتستين، انت عندك اخر حاجه الانتستينال ميوكس، الميوكس اللي هو المخاط. هتقول لي هو في مخاط وفي بارير تاني؟ لا، هو زي يعني هو نفس الموضوع بقى، في مخاط بيبدا يحمي لك ايه الامعاء، فهو اللي بيبدا يكون لك بيبدا يكون من الميوسين. لو تفتكر اللعاب كان بيكون لك انزيم الميوسين. المهم الميوسين دوت انزيم بيبدا ان هو يكون لك الميوكس، تمام، بيتكون من الميوسين. قال لك بتكون لك زي بتبقى عامله زي البطانيه كده، يعني غطاء من المخاط بيبدا ان هو يغطي لك ويحمي لك الابيثيليوم، السطح بتاع الامعاء بتاع الغطاء دوت بتاع المخاط، بيبدا ايضا ان هو يعمل لوبريكيت، يبدا يرطب لك ويمسك لك البكتيريا. ثانيه، يمسك بكتيريا ايه؟ ما هو بيمسك البكتيريا النافعه والضاره، النافعه عشان تكون لك فيتامين كي، والضاره عشان يجيب لها الاجسام المضاده او الاجسام المناعيه، يبدا يجيبها لها، تمام، ويبدا يحطهم في مكان عشان ايه تبدا ان هي ترتبط بالباثوجين مسبب المرض دوت، وتبدا ان هي تقضي عليه، وتبدا يفرز لك الالكلاين. وهنا بقى اقول لك ما انت زهقت من السمول انتست الامعاء، الديودينم اللي هو الاثنى عشر كان بيجي لها، البنكرياس كان بيجي لها، البايل، فكل الحاجات دي كلها كانت بتبقى الكلاين. يبقى لما اجي اقول لك المعده وسطها حامضي، السمول انتست وسطها قاعد، الانزيمات برضو تانية بتبدا انها تتفرز عشان تهضم لك الانزيمات، بتبدا انها تفرز عشان تهضم لك الكربوهيدرات والفات والبروتين، تمام. وده يعني انا اقول لك ان الانزيمات بتاع العصاره البنكرياسيه بتفرز في الديودينم، وتبدا تستخدم في الديودينم اللي هي الاثنى عشر موجوده جوه السمول انتست. انت عندك السمول انتست بتتكون من ديودينم وجيجينم واليوم، الاليوم ده اخر يعني الاليوم ده اخر حاجه، تمام. قال لك القولون او اللارج انتست، اللارج انتستن الامعاء الغليظه او القولون، قال لك الوظيفه بتاعته بتكون امتصاص من الميه والصوديوم واي معادن تانية اخرى، بيبدا ان هو يمتص لك 90% من السوائل اللي بتبقى موجوده في لتر ونص من القايم. انت عندك القايم ده قلنا ايه؟ قلنا دوت عباره عن جزيئات الطعام اللي دايبه في الاتش اس ال، تبقى دايبه في الحمض، فتبقى دايبه يعني. القايم ده بيبدا ان هو يمر من خلال الاليوم، الاليوم ده اخر جزء في الامعاء الدقيقه، السائلين ديودينام جيجينام اليوم، بيبدا ان هو يمر عشان يكون لك الباي اللي يكون لك الاستول الفيسز، يعني البراز من الاخر. بيبقى البراز بيبقى في اليوم من 200 ل 250 مللي من الفيسز او البراز نفسه، اللي بيبقى شبيه بالصلب، تمام، شبيه بالصلب يعني بيكون كويس، شبيه بالصلب بيكون كويس، لو صلب يبقى مش كويس، تمام، فهو بيبقى شبيه بالصلب بس يعني، فهو بيعمل لك 90% من السوائل وحاجات من كده عشان تبدا ان هي ترطب لك وتبدا تخليه سيمي سوليد، تمام، تخليه يعني مش صلب. فبتبدا من لتر الاثنين من لتر الاثنين من القائم الحاجات الطعام بتاعك ده، ويبدا ان هو يكون لك الاستول، بيبقى من 200 ل 250 من الفيسز البراز. وبكده تبقى المحاضره انتهت. لو فهمت اي حاجه في اي حاجه ما تنساش تدعي لنا دعوه جميله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.